كم مرة رفضت أنت أو كم مرة رفضوك؟ هلا في عدة مرات، أربع خمس مرات بأربع خمس مرات متساوية يعني هيك شيء. صار في يعني كذا مرة رفض من مني أو منهم يعني. زعلت على الفرص القديمة يعني الفرص اللي أنت قربت عليها وكذا و... والله هيك هلا أي شاب بده تقدم لهي خطوة بزعل بس أول مرة لأنه بيكون جديد على هالروتين عادي إنه ليش رفضوني أنا شو فيني من هالناحية بس أول مرة عادي يعني بروح بتمسح عادي. الله محيي ملقاكم وين ما رحت وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. الحلبية كتير بيحكوا على أكله، الحلبية كتير على إنه المطبخ الحلبي، المطبخ الحلبي، المطبخ. أنا مطعم حلبي على على شامي على سعودي على أردني على. مشكلته هون يحب الحد، والحلبي ما بيحبوا الحد. خلي يرد. شوف. والله ذبحنا بالحد. عندك يعني بالدير بيأكلوا الحد. مو مثلنا. بس مو مثله. عم يجيب حد مو طبيعي مو حد هذا عم يجيب لي أسين هو مش والله ذبحنا. حد فوق حد بركان سليماني يعني هذا مثل السليماني قريب له ابن عمه. نحن هون عندنا خلطة ما بين دمشق وحلب وحمص وحما كله يعني شايف كله بيحكي شام وحلب وحمص وحما دير ما في. لا هلا في هون بالنسبة لدير الزور بالنسبة هون كمان لا ما بيحكوا يعني ما بيقولوا ما بيحكوا بس هي موجودة ما بيحكوا عنها بس في أثر لدير الزور في أثر إعلاميا ما في مو شو هذا مظلومين احنا تعرف تمنع يوم مظلومين دير الزور مبعدة. فبالنسبه انه هون احنا بالنسبه للمطعم احكي لك يعني بس وصلنا هلا مثلا احنا دير الزور احنا بنحب الكبسه مثلا بنحب المناسف هي موجوده فهمت عشان كله موجود يعني مثلا الا مثلا الاكلات الشاميه اللي موجوده مثلا هلا بلهجه اهل الشام يسمونها السشقات او البواط احنا بنقولها القشه او الكشاش على لهجتنا اهل الدير متعارف عليه على الكل فهي موجوده يعني هي محبوبه من اهل الدير في اكلات ديريه الناس ما بتعرفها في مطبخ ديري يعني هي في اكلات الديريه اللي مثلا في ناس ما بتعرفها بس هي موجوده يعني هلا مثلا اهل الدير لما يجوا بيطلبوا كبسه دجاج ما هي موجوده مثلا كاحنا اهل الدير نحب نطلق نحب المناسف نحب المندي نحب الامور هاي نكهه الاكل بالدير يعني تختلف بين الشام او حلب يعني الا لحالها الا لحالها بس بشكل عام يعني بالنسبة أخونا أبو سعد ما شاء الله عليه جامع كل النكهات يعني اللي بيجي من حلب بينبسط عندنا اللي بيجي من حمص بينبسط عندنا اللي يجي من الشام بينبسط عندنا مدير الزور بمشط يعني بينبسط بشكل عام كله. طيب هلا الأكلات نكسب الوقت مشان نتعرف على الأكلات الديرية إذا فيه يعني الأكلات الديرية اللي ما حدا بيعرفها وهي يعني متعرف عليها بالدير وبيأكلوها بس الناس ما بتقول إنه والله سرود بامية كباب مناسف او شغله غير هيك ما في يعني اكثر شيء بيعتمدوا المناسف المطبخ طبيعته انه بيكونوا جماعه كبيره لازم مناسف هلا بالشام هلا بيعتمدوا الافرادي بس بالدير يعني طبيعه قبليه تقريبا بيعتمدوا المناسف والحفلات الكبيره عدد كبير في اكله اسمها قارن قارن يارق قارن يارق عندنا بحلب موجوده هي باذنجان باذنجان محشي لحمة وبصل مو كوسا لا قارن يارق باذنجان ايوه باذنجان الديري حصرا انه ما يزبط اذا مو باذنجان الديري ما يطلع القارن يارق مزبوط طيب شو اسمه الكوسا اللي كان شو بيساوي فيها هيك اورما لا الشيخ المحشي يعرف اخونا ابو سعد غير الشيخ المحشي شو فيها احيانا بالدواوير لا طبخ تنطبخ طواية هاي احنا نسميها مطواية ايوه نطبخ الكوسا نعملها مطواية بالدير زاد اكله زاد نحبها مع اللحمه والمرقه الحمراء والدبس البندور الديري نشر روح الشمس هو نفسه والفليفله ايه هيك عنده طريقه هلا بالدير فعلا في اكلات ناس ما بتعرفها هلا مثلا الشغلات البسيطه الكليجه نكهتها الكليجه ايه يعني الحلب كمان موجوده في عشبه خاصه بالكليجه ايه بس يعني هنيك بيساووها لل في عندهم شو اسمه المشحميه وزاد معروفه بس بس ما بيساووها ما بس تختلف اسماء مختلفه هلا الكليجه بحلب الى
المشحمية تجي عبارة عن طحين ينخلط من دهن الخروف أو المتعارف عليه إلية الخروف، تنخلط تنعمل على النار، فهو ينحط لها بعض التوابل يعني مثل العصفر أو شوية ملح كمان وتنعمل وطيبة جدا. هي لذتها لما تنكال هي حارة مو هي باردة. وعلى التنور طبعا على التنور. أي اسمها مشحمية. لسه في عندنا أكلة ثانية احنا نسميها بالدياري اللي خبز التنور، يندهن سمن عربي هاي ونحط عليه شوية سكر شغلة. هذا بعد من زمان يعني، يعني هلا بشكل عام احنا يعني كل يعني بشكل عام كل المحافظات محافظه على تراثها لحد الان، بس الشيء صار علينا احنا هسه بالثوره، فاكيد يعني التنور البيت راح ما اقدر ارجع للتنور بيت ولا لبيتي ما اقدر ارجع عليه. تمام فهمت على شلون؟ ايه فهاي موجوده يعني لاخر فتره احنا طلعنا بها من بيوتنا، هي موجوده لان هي هاي احنا نحبها كلياتنا يعني تربينا عليه على هذا الشيء هذا. وأكل دسم هاي إحنا اللي أحكي لك عنها نعملها على التنور، نحط الخبز التنور الخبز التنور بس تجي على الحجم أصغر، إحنا نسميها شعشة. فإحنا كنا وين نجي نجي وراء أمهاتنا أو نجي وراء على هجتنا لدينا وراء حبابتي لستي إيه. فنجي عليه حباب بدنا شعشة، فهي مو تكون حارة، فهي تكون شعشة وتكون من القلب فارغة، فتحط بعود من عواد القطن، تعرفون يحشون القطن إيه، فتشيل بعود القطن وتنطينا إياها هي قد مو هي حارة تناكلها، فاحنا نسميها شعشة بالدار. شعشة والمشحمية والمتحلة وحنا صغار. المحمرة. المحمرة زادين، كلها كلها تنعمل وإلها نكهة خاصة لما تنعمل على التنور، غير لما مثلا نشتريها احنا من السوق. يعني كل يعني أكل السوق تعرفوا بنشكل احنا كبناء دير الزور نعتمد على أكلنا بإيدنا، وأكلنا شوي دسم. دسم يعني حتى اللي يجي يزورنا وطعمي من أكلنا يمرض ما يتحمل يعني مثل عندنا خاثر الديري ثقيل، شفت شلون القشطة الديري أو الحليب الديري، شفت شلون يعني يجي حدا لعندنا ضيوف يعني هلا مثلا أنا أخوالي شوام الأصل أي، فهو مثلا أخوالي لما يجون لعندنا زيارة واحد بس يضرب معلقة انتهى بده ينام شعر بالفراش يعني اللبن دسم ما خاصة دسم إيه، لأن بشكل عام إحنا كمنطقة بادية وريف. هذا لأي سنة يعني عم تحكي الكلام هذا قديم ولا؟ هذا الكلام إحنا نحكيه قديم، نحكي لك يا قديم لأنه دير الزور هي ظلت على ما هي يعني كريف، لأنها ما عندنا عدد تعداد السكان الهائل. يعني تعرف أنت دير الزور محافظة كبيرة ومحافظة كامتداد أراضي شاسع، وإحنا كمحافظة موجود عندنا كل شيء، يعني موجود عندنا زراعة القمح، موجود عندنا زراعة الشعير والبقوليات والخضار كلنا امتداد نهر الفرات. وتعرف أنت كنهر الفرات ما شاء الله نهر الفرات مياهه عذبة وما هي مياهه عكرة ووسخة، فكل شيء ينجح عندنا كزراعة. وبالنسبة للماشية يعني الماشية اللي تشرب من نهر الفرات أو تأكل الأكل أو العشب اللي على ضفاف النهر أو الموجود بعد النهر كله طيب وطاهر، يعني مو مصنع ما في مواد كيماوية، فهاي هي اللي تنتج كخضار وكمواد موجودة عندنا بالبلد تعطي صحة للإنسان. ففائدة عم سموها ولاية الخير. أيوة أيام هذولا ما أقول غير حسبنا الله وهلا هلأ كمان كله إيه، فلما أجوا سموها الخير وبالفعل هي الخير ولا زال فيها الخير وشاملة كل شيء. وبالنسبة إحنا كمحافظة دير الزور يعني 90% أو نقول 95% كلياتنا أبناء عشار وكنا نعرف بعض، يعني حتى الغريب لو يظل 100 سنة يعرف إنه هذا غريب، يعني يجي من غير مكان، يعني مو إنه هو كل سوريا كنا أبناء بلد وكنا واحد، بس إنه إحنا كالطبيعة العشائرية إنه نعرف بعضنا، يعني حتى الواحد إذا التقى بواحد من غير منطقة ثانية بس سألوا أنت فلان ابن فلان خلاص، يا يكون أنا أخذ من عندهم يا هو أخذ من عندنا، يا يكون أخوي متزوج من عندهم أو ابن عمي أو كذا، أو نكون في مصاهرة يعني يكون في قربة نساء أو قربة رجال أو نرجع لجد واحد. ها هي فهي الشغلة الجميلة احنا يعني الشغلة الحلوة اللي عندنا بيدير يعني موجودة عندنا كمحافظة دير الزور. الجد السابع عد على السابع لحتى نطمن صح. فعندنا هاي الموضوع العشائري كثير كثير حلو يعني ومتوارثينه، وبتلاقي عندنا كمان عندنا بدير الزور احنا كعادة ما في بيت تجي عادة ما في مضافة، مستحيل يعني واحد المثل اللي يعمر بيت او يفتح بيت وعنده بالبيت ما في مضافة ذو يحجون عليه يقولوا له انت مخيل، فما بدير الزور تيجي تفوت عليه اذا ما في ربعه، نقول لهجتنا ربعه او مضافه هاي خاصه بالضيوف، او بيعمل حساب لازم يكون في غرفه ما في جباره بالبيت، اول اساس البيت اول ما تتعمر هي اللي هي المضافه او الربعه ان كان في المدينه او كان بالريف. قبل 2011 كم اوتيل في بالدير كان بالمدينه يعني
والله العظيم اذا اقول لك انا ما سمعت انه في اوتيلات بدير زور ولا اعرفه، يعني انا بالنسبه لي كابن دير زور ما عنده لا ولا اعرف في اوتيلات، لان يعني بشكل عام احنا كابناء دير زور ما نرضى عدد قليل لذلك مو معروف. إيه عدد قليل مو معروفه، وبشكل عام احنا ما نقبلها ما نرضاها، يعني حتى احنا مثلا يجينا من مثلا اقرباء من غير بلد ما عندنا يعني حد يروح يسكن بفندق يعني مثل بقيه المحافظات او بقيه الدول الى اخره، لان قلت لك الطابع العشائري او اللي نقول خليها تروثنا من اجنادنا بكرم الضيافه وحب الضيف وكرم الاخلاق، فهمت علي شلون؟ يعني واحد اذا جاي رفيقه من الشام مستحيل انه مستحيل يجيني صديقي من الشام، يجيني صديقي من القامشلي، او يجيني صديق من اللاذقيه. قلت لك احنا كنا ابناء سوريا وكنا مثلا خدمنا جيش او مثلا كان اصدقاء ايام الدراسه، او مثلا انا درست بدمشق وكان لي اصدقاء مثلا ايام الجيش، انا اروح عليهم يجون علي، ما عندنا حدا انه ماشي ننفضح. بعدين معيبة جدا. أهلين أبو عمر. أبو أسعد من أي حارة بحلام؟ سرايا إسماعيل باشا على الشريف. يعني هي مقابل القلعة في حارتين، باب المقام وباب النسرين، بينهم في منطقة اسمها سرايا إسماعيل باشا حي. المعالم أنت بذهنك؟ بذهني، والأحجار بذهني، الأرصفة بذهني، كل شبر بذهني. أنا وقت كنت بالسعودية ما كنت أشتغل أحد، أشتغل أحجار حلب. كيف؟ أنا أشتغل حلب كله هلأ، خليتني أشتغل حلب؟ الحجر الحجر بشتغل. يعني أنا ما شفت شيء بسوق، يعني فترة الحرب هاي ما كنت في سوريا، كنت في مصر، بس بتابع الفيس بشوف حلب ببكي. يعني ما بتوقع أنه حلب هيك يصير فيها، ما هي حلب. انا بشوفها يعني صحيح 20 سنه بالسعوديه، بس يعني شبابك معظم حلب ولا يعني شوق دائم، يعني مثل واحد بحب وحده، مو بكيف غصب عنه، انا بكيفي وبمزاجي ولهلا بحبها غصب عن اهل الحاره. كاني شغله بدمك، يعني هي شغله بدمك. كان صوت السوق عنكم للشوارع، ربيت فيه للبقالية اللي تروح لها، للشارع اللي كنت لعب فيه، للمدرسة، للبيت اللي ولدت فيه، لكل التفاصيل الصغيرة تحبها. ما يعني أنا أقول لك علاش مشتاق لكل حلب، مشتاق ما يعني ما في شيء محدد، كلها هي مربوطة ببعض. يعني شلون لأي حي في حلب مشتاق له، إن كنت يعني بعرفه أو ما بعرفه مشتاق له، حتى هو مشتاق له. أنا كنت أجي من إجازة من سرايب أقول ريحة حلب غير شيء، قبل ما أدخل حلب أحس حلب إلى ريحة. يعني هلأ يعني غير الصنعة والتجارة والعجقة والزحمة والبيوت يعني إضافة لقصة النغم شوي كل شيء بحلبك وحب بلاقي افضل شيء. يعني يمكن هي انا يمكن ببالي او شعب ببالي او شوي، بس هو طبيعي هي كل واحد كل شيء فيها حق بشوفه اجمل شيء. اسطنبول من اجمل المدن، بس حلب احلى عندي هيك. يعني انا اذا بشوف صوره حلب ممكن هيك اطلع فيها يمكن دقيقتين ثلاثه انه هي حلب، يعني لسه يعني الشوق مو بنقص. يعني واحد يقول لك ايه خلاص تعودت، لا انا بالعكس ما تعودت، انا عم بتعود اني اشتاق اكثر. يعني الله شهيتني او اركب طياره انزل على يعني هيك. واي حدا بيقول سيره او خبر او شيء دغري، انا اذا بشوف هذا حلبي او هيك يعني بحس كاني في بيقربني، كاني جزء مني حلبي. غير واحد بتابع الاخبار، يعني انا الاخبار يعني توقفت عنها شوي، ما عم بشوف خبر حلو. ايه بس الواحد اسمع خبر كله خراب ودمار وحرب وقتل وهذا، حتى اولادي انا في المانيا عم بدرسوا، بس حلب تم حلب. يعني هيك مثل كأن هيك حلم هذا بدي يعدي، بدنا نرجع لحلم ان شاء الله. ان شاء الله الله كريم. اهلا وسهلا فيك اخي غسان. يا اهلا ابو اسعد. على راسي شرفتوني.
كنت انا مكبرتك يعني شوي والله، طول والدي بتقول لي احلقها بس انا هلا ما حلقتها. هي بتشوفك صغير بتعرفك انه هي بتقول لي احلقها دائما، بس انا تاركها شوي. تعودت عليها. تعودت عليها. قد ايه مواليدها؟ انا مواليدي بالتسعين. 90 ايه يعني 90 ما هو لا مو فهي عامله وزن اكثر. هو الشغل بالشتاء في صعوبه يعني على شغل الشتاء اسطنبول قاسي دائما على طول، يعني الحركه بتجي خفيفه شوي بس يعني السياحه بتغطي اوقات مقبوله بعض الشيء يعني. هلا هون احيانا وقت اللي بيفتحوا محل يا بيقولوا هذا حمصي ولا هذا لدقاني، بعدين بيقولوا لا حلبي شامي، يعني بتضيع ال هلا حسب الواحد الشيء اللي تعلمه بمحافظته بيساوي. هلا هيك لازم بالمناطق البعيدة، بس نحن بنضطر انه نعطي كل الاجواء بما انه نحن بنلب اسطنبول بالفاتح، فبدنا نخدم الكل هون يعني الحلبي والحموي والشامي، لازم يكون راضين الكل نحن بهالمجال، انه بضل هو محل حلويات سوري يعني جامعين كل السوريين. انت بلهجتك راضي كثير محافظات. ايه انا بقى بضيعني كثير، انا شامي بس بحكي شو بدك بحكي. منين جاي هي اللهجة يعني قريبة؟ حتى احيانا فكر الواحد اردني او فلسطيني بتروح هيك بتقرب تقول ريف دمشق بعدين شامي بعدين هو من رفقات اللي هون عاشرناهم بتركيا. بتأثر بس منيح يعني جو محيط الرفقات هيك الواحد بتعاشر بصاحب يعني هيك اشياء حلوه بتركيا تعلمناها وشفناها بفضل من الله. بس تتزوج بدك تتلبك شوي تتردد. زواج خلينا ننبسط شوي. هو مشروع بده يعني الواحد يشمر اكيد هذا الشيء. هلا نحن اشتغلنا بهالموضوع بس لسه ما اجى وقته، لا تجي نصيبه بتجي لحالها يعني مو قاعدين. لا شغال دوروا اجى النصيب اجى اكيد شغالين بهذا الشيء. بعدين لا يجي النصيب يجي لحاله. سؤال شوي هيك بده، كم مرة رفضت أنت أو كم مرة رفضوك؟ هلا في عدة مرات، أربع خمس مرات وأربع خمس مرات متساوية يعني هيك شيء. صار في يعني كذا مرة رفض من مني أو منهم يعني. زعلت على الفرص القديمة يعني الفرص اللي أنت قربت عليها وكذا والله هيك هلا أي شاب بده تقدم لهي خطوة بزعل بس أول مرة لأنه بيكون جديد على هالروتين. عادي إنه ليش رفضوني أنا شو فيني من هالناحية بس أول مرة عادي بروح بتمسح عادية. الشاب بمرأة بجوز البنت صعبة شوي. هلا بجوز البنت إذا رفضت تجي هيك قاسية عليها غير الشاب، بس الشاب إنه بيتعود عليها، وخصوصي إنه نحن بمحيط يعني أنا بعيد عن أهلي فأنا بروح بشوف لحالي فأخذت يعني مثل سيران. أمك شو بتقول لك وقت اللي شغلة ما بتزبط غير إنه يعني نصيب؟ وقت يجي نصيبك لحالك بتوقع. المهم إنه أنت موافق أمك على إنه تتجوز، يعني هذا مشروع لحاله. هي راكبت لي هي بداني إذا هلا بتقول لي تجوز تجوز. بس الاسم الاسمه يلا إن شاء الله هيك السنة الجاية نلاقيك عريس. الله يكرمك إن شاء الله. تعالى بدنا نعزمكم وتشرفونا إن شاء الله. نتشرف والله. الله يكرمك. أهلا وسهلا فيك. بحكي فيديو بس ثواني. فيديو ايزا فيديو خلص فيديو. نحن عندنا فيديو شايف كل الشباب تهرب. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا ربي. اهلا وسهلا. هو لقطني بس انا بقول انا لقطته. يا ميت اهلا وسهلا. كل فتره بمكان، مو انه ما يعجبه لا، بس خبرته بتتوزع. بدكم هون بنأسس هون، بدكم هون بنأسس هون. تمام. اليوم باخر مشروع بهذا المكان. تمام. هلا هون المشروع مشروع مطعم، طبعا هي شغلتي الاساسيه يعني تاسيس مطاعم. الحمد لله عندي خبره بهالمجال واسع الحمد لله، موضوع 30 سنه يعني مو قلال قضيناهم بهالمجال هذا الحمد لله. بس انت عم تترك من المكان وتاسس وعم يحاولوا يقدروا يضلوا ولا بيزعل الواحد على اللي اسسه؟
طبعا. لا والله ما بالعكس ما بزعل انا، يعني عم تعطي شغله يعني مثل مفرزات مثلا، انا عندي اياها الفكره وحابب انا اساويها هون بهالبلد. فساويناها اعطيناها لجماعه واشتغلوا فيها، اسست لهم اياها فتره 3 4 شهور، حطيتهم اول الطريق وهن هلا كملوا. موضوعي انا موضوع مطاعم، طبعا المطاعم عند مجالها كبير. مفرزات تعرف مفرزات تجي يعني 6 7 انواع. لما المطعم عندك مجال كبير واسع يستفادوا العالم من الخبرة اللي موجودة عندك، يستفادوا من اللقمة اللي انت عم تقدمها. مزبوط. يعني السوريين بالأساس يعني في شطارة بهي القصة طبعا. لكن هلأ يعني في اصحاب كار بهذا الموضوع. هلأ اصحاب كار ما بأيدك بهالشي، لأنه معظم المطاعم اللي هون صاحب المطعم يعني بده يكون مثلا هو صاحب المطعم، هو المدير، هو الشيف، هو كل شيء. هذا سبب الفشل تبعهم. كم شغلة عاد؟ مدير وشيف وشيف ومدير اطعام وغرسون شو بدك بتلاقي بها الشخص هذا. هون الفشل. هذا الفشل بيقول لك انا يعني وقت وصل لمرحلة انه ليش مطعمي ما عم يشتغل. في موضوع ادارة، لما حدا يقول لي انا مدير مر له 15 سنة بهالمجال هذا لحتى يوصل لمرحلة مدير، ما يجي مثلا يقول لي انا مدير. مدير شو؟ مزبوط. يعني انا في واحد في شيء اختصاص بده يكون، لما نحن نشتغل كل واحد باختصاصه رح يصير شيء صح بالنتيجة. لما واحد يجي يقول لك انا عندي المام بهالشيء هذا، ما بصير المام، بده يكون موضوع الخبرة. خبرة نحن هون شبه معدومة عنا معظم المطاعم. هذا بينطبع على كثير مهنة يعني. ما طبعا نحن عم نحكي بهالمجال تبعنا نحن. يعني في كمان موضوع ساروجا، الحمد لله أسست له إياه من الصفر وشغالين لهلا. بس طبعا الترتيب تبعه هلا لما أنا طلعت من عندهم أسست لهم صار في نفس آخر. بالضبط. أيوة هو بيتغير يا لهيك يا لهيك. والله هو بقى يعني أنت بتحطه على أول الطريق. أيوة. هو بيختار الطريق اللي بده إياه. هل هو يسابر على الشيء اللي أنا قدمت له إياه، ولا يسابر على الشيء اللي هو بده إياه؟ مثل ما حكينا بالبداية إنه كل صاحب مطعم له فكر، له شيء بده ينزله بمطعمه. هل يعني إنه مثلا موضوع الربح، موضوع السمعة، هذا كتير مهم كتير بالمطاعم. وهنا عمليا إذا بدهم يحاسبوا القصة على الرواتب وعلى النسب، قد ما عمل الواحد مع مدير العمل يعني بيعتبر قليل، طالما هو نجاح العمل بايده. اكيد طبعا. هلا شو ما اخذ مدير العمل يعني بياخذ، بس انه في والله المفروض هو يعني يكون في مبالغ مخصصه للشيف. يعني في الشيف انواع، نوع الشيف شو هو، شو بدي اقدم لي الشيف هذا لحتى انا اسس على من خلاله اسس. مو اي شيف مثلا انه يجيني شيف اللي انا شيف. طيب الشيف شو بدك تقدم؟ اعطيني السي في تبعك او الخبره تبعك، اللي التاريخ تبعك اللي انت اشتغلت فيه لحتى انا اعرفك انه انت شيف. بس في ناس بتشتغل لسنتين ثلاثه كذا بهالمجال هذا ما تحت ايد شيف مثلا بقول لك انا شيف. بس نحن بنحب نقدم الثقافه تبعنا، الثقافه تكون مزبوطه صح. هذا الاهم. هي الصاله في شيء يعني لون منسجم مع بعضه، الخلفيات هون يعني انه موضوع الجوري. يعني اذا بتلاحظ التريات شكل الجوري هيك، يعني عم نعطي هيك لمحه عن الجوري بكل قصه نفس. يعني كل ركن هلا مساوي انا ركن كمان مسميه هذا الفي اي بي. طبعا هذا الفي اي بي انا بقدم له اكل خاص للفي اي بي، مختلف عن الاكل اللي بينزل. يعني انا ممكن اقدم له الشو قدام. بالضبط. حلوه هي الفكره. ان شاء الله بكره بتشوفوها انتوا اللي بيحب يجي ويتفرج على الشيء والاكل اللي نحن بدنا نقدمه، ان شاء الله رح يعجبه كثير. ان شاء الله الشيء اللي بنشوفه بالتلفزيون او بالاقنيه او يعني اللي عم بيعملوه، فكل واحد عنده طريقه ما هو وحس بالله. وانا ان شاء الله رح صور هلا موضوع الطبخ كيف تتقدم من او من خلال ما من وقت ما نبلش فيها لوقت ما نقدمها بحذافيرها. انا رح ساويها من اولها لاخرها، تصوير طبعا وشوفوها، وان شاء الله هيك بتنال احسان الجميع. يعني ان شاء الله
اهلا وسهلا فيك ابو عمان، تسلم، ان شاء الله بالتوفيق ومن مشروع لمشروع ان شاء الله. لا ان شاء الله في افرع ثانيه ان شاء الله اللي حنساوي، بس هذا هون اول فرع، وان شاء الله في افرع ثانيه ان شاء الله باماكن ثانيه. بس ما يعني اذا تكمشوا فيك هون يعني بصير الواحد هو لا هو هلا انا عم اسس لهم هون في ستاف عندي لح دربه، بحيث انه انا اكون موجود هون وموجود بالفرع الثاني. الله يعطيك العافيه. يا رب الله يسلمك. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم.